عليكم. غادي ندوزو على شارع فريد الأنصاري، نشوفو عملية الشجير فين وصلات. راه بداو تيردو دوك الشجيرات لبلايصو. راه حنا راجعين من توجطات خميس، توجطات اليوم الخميس، يوم 26 شهر تسعود. هادي 9:53، الحرارة 20. كيتقاداولو الفلوس كتخليه يدخل، في الدخول يدخل، ولكن الخروج لا، الخروج خصو يمشي للبياج، تما كامليلوش الفلوس. ولكن شحال مرة كندخل ما كاينينش الفلوس، يعني تيكونوا ناقصين. بحال دابا انا نخلص 20 درهم وبقات لي شي 5 دراهم، تنهضر على كارت جواز، دونك كتخليني ندخل وكنشوف شي باحه ديال الاستراحه ولا شي بلاصه فين تنوقف، وتنعاود نشارجي، كنعاود نشارجي، كندخل الكونت ديالي وكنشارجي واحد 100 درهم ولا 200 درهم، وصافي ما كنوصل كتكون ايفيكتيف، يا جوج دقائق ولا 3 دقائق صافي وكتدخل الكونت. دابا تيمشي ب 20 ولا ب 40 ويبقى تيهضر في التليفون وموقف في الطريق. نهبطو على سيدي بوزكري، درت السينيال باش ندور على الطريق الوطني رقم 6. عاد تفكرت بلي بغيت نصور شارع فريد الأنصاري. دا شارع بيران زاران، الطريق الوطني رقم 13. داسيا جات لا ميزون داسيا.
الناس كلشي تلاح لهاد التويوتا إبغيت. فيها الياريس وفي هذيك سي اش ار جو كخوا. المشكل هو على في المدينة نسبيا يعني كتخدم بالباتري شوية كديكلونشي ليسانس شوية، ولكن إلا خرجتي على برا مثلا سورتو فوق المية مثلا لوتوروت تيبدا هي ليسانس وكتوصل 90%، ولكن في المدينة اقتصادية نسبيا هي غدا بالضو هي غدا بالليسانس. دابا حنا شي واحد دابا إلا شرا شي حاجة تيسولوه أمدرا كي دايره تيقول لهم زوينة عمر شي واحد خدا شي حاجة ويقول لك حقا لا راني تقولبت راه ما زويناش راه ما صدقاتش لا والو، تقول له الحاجة زوينة اللي خداه هو راه زوينة. ها الشجيرات اللي غرسوه هما هادو هما على اليمين وعلى اليسار التقيبات ديالهم فين كانوا اللي كانوا دايرين لهم مازال يديروا لهم واحد الكارو او ما هنا تيعمروا بالتراب التراب الاحمر. هاد البلاصه كامله هادي حتى الضو شاعل فيها، دابا خصهم غير يخططوها ويصبغوا لي خطوه. حنا نشوفوا من لهي من الثانويات الزيتون لديك الجيه واش مشى الغرس ولا مازال، راه تيبان من هنا بعدا نشوفوا فين وصلوا في عمليه التشجير. حدهم هنا هما على اليمين وعلى اليسار صافي حدهم هاد البلاصه، نشوفوا واش كاين شي حاجه مازال قدام زعما تكون بداو من شي طرف اخر. المهم حدهم عمليات التشجير كاينه هنا دابا ديك البلاصه ما بين قصر ايام زمان والثانويه ديال الزيتون هذيك فينا وهذيك يصبغوها يصبغوها لي تروطوار يسطروا الطريق باساج بيتون والخط الوسطاني وصافي يعطيوني شونتيون. هنا القدام هنا راكبين البولات خلاص ولكن باقي ما شاعلش كيشعلش باللي صورته لكم البارح، والقدام خلاص باقي حتى المصابيح ما راكباش، كاينين الاعمده اعمده لاصقين ولكن المصابيح ما لاصقينش والشجر خلاص ما مازال ما كاينش. هنا المصابيح على اليسار باقي ما كاينينش، على اليمين هما كاينين اليسار ما كاينش. هما تركبوا المصابيح هنا اليسار هما هنا راكبينها هما ركبوا واحد بعدا وراه بادين في الثاني دونك بداو في هذا المقطع وراجعين للور. المهم راه كاينه الخدمه كاينه الخدمه يعني راه خدامين. الا لاحظتوا راه الكاميو ديال المصابيح تيركبوا كاينه يونيكيب ربما تكون لوتريكيب القدام. المهم راه بداو في المصابيح في الجهه اليسرى هنا ما كاينش المصابيح لا على اليمين ولا على اليسار. هاد الضو الخضر اللي كاين هنا حدا حماده هذا راه عاد بدلوه داروا له داروا هذا اللي فيه الكونتور 22 21. ماعرفش على الزيرة اليسار يعني 90 90 ما كاين مشكل 90 هي ما تكلاكسونيش شي واحد داير 90 ما تكلاكسونيش عليه كتزيد تلفون تيحاول
يتمرن يعني مع الممارسة مع المدة تيولي بنادم مزيان. فريد الأنصاري هنا بعدا كاينين شجيرات ما تقاسوش هادو اللي على اليمين. المقاطعة ديالنا هي هادي على اليمين، هذا على اليمين كاين هادو الطوموبيلات ديالهم ماروك تيليكوم، هادو كاين داك السونتر تكنيك اللي عنده شي عطب ولا شي حاجة، هادو اللي كيجيو يصوبوه له. شحال مرة أنا كنجي عندهم حتى لهنايا إلا كان عندي شي مشكل نجي عندهم حتى لهنا. نمشيو ندوزو. بارك الله عليكم، السلام عليكم.